أنا آسف إن هختم القصص بقصة مؤلمة جدا، لما قريتها أنا وزمايلي تألمنا كثيرا. سيدة مصرية اسمها مريم مجدي. السيدة المصرية تزوجت من شاب مصري معاه الجنسية السويسرية. راحت عاشت معاه شوية وكان عامل لها إقامة وخلفوا طفلين. ولكن يبدو أن كان بينهما خلافات. رجعوا مصر في أجازة، هي الست اللي وجهها بشوش قدامنا الله يرحمه. هذه السيدة الفاضلة فوجئت بجوزها، كانت إقامتها خلصت، فقال لها هتستنيني وهاخد الأولاد وأسافر وأبعت لك عشان تيجي نجدد الإقامة. فقالت له لا، إلا أولادي، الأولاد معايا لما تبعت لنا. فده معناه أنه كان يبدو أن هناك خلافات، ولكن هو استطاع بالتحايل وانه خدعهم انه قاعد وخد الطفلين وسافر سويسرا. السيده مريم مجدي مش قادره تستحمل ولادها، فقررت ان تسافر هناك. نجحت بعد عذاب كبير انها تاخد تاشيره بعد ضغط المجتمعات المؤسسات النسويه والضغط، جالها تأشيرة وسافرت، قعدت في فندق لحد ما نجحت انها تشوف عيالها. اعتقد عندنا مشاهد يا جماعة نشوفها وهي اول مرة تشوف عيالها وتاخدهم في حضنها وتحس بيهم. وخدت حكم من المحكمة، يعني خلوني قبل ما احكي لكم التفاصيل دي، ده المشهد، شوفوها بتقابل ولادها ازاي. المهم هذه السيدة فجأة نزلت من الفندق، كان اخر حد قابلته هو جوزها، ثم اختفت 10 أيام، ما حدش يعرف عنها أي حاجة، بيدورها عليها بكل مكان، لحد ما الشرطة السويسرية عثرت عليها بجانب أحد الأنهار في سويسرا. مأساة كبيرة جدا، ست راحة عايزة أولادها، وهذه كانت النتيجة. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من شقيقها الأستاذ حسام مجدي. اهلا وسهلا استاذ حسام. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ خير، والبقاء والدوام لله، خالص عزائي وعزاء اسره البرنامج وقناه المحور. البقاء والدوام لله استاذ خير. ممكن تضيف للكلام اللي انا قلته ايه في تفاصيل هذه الماساه؟ كل اللي حضرتك قلته مظبوط الا حاجه واحده بس كان لازم نذكرها. ايوه، ان وليد موت مريم مرتين يا استاذ خير. مره لما قعدوه في مصر ناس ان هو ياخد الاطفال ويهرب، دي كانت اول مره هي ماتت فيها لما قعدت 6 شهور أو 7 شهور من غير ولادها. ايوه. تاني مره ماتت النهارده، قتلها ورماها في البحر. هو لسه متهم حتى الان. انت بتظن ان هو اللي ورا ارتكاب الجريمه، واحنا عارفين ان الشرطه بتحقق معاه هناك. الشرطه بتحقق معاه، بس مفيش حد تاني في سويسرا كلها يعرف مريم مجدي غير وليد امير ماير، وهو الشخص الوحيد اللي له المصلحة ان مريم تختفي من على وش الدنيا عشان ياخد الاطفال. عندما يصدر ضد حكم او اعلان ان هو الذي ارتكب الجريمة هكون معاك تماما، لكن تمام. احكي لي ما قبل ذلك، هي كانت ايه المشاكل اللي بينهم؟ كانت المشاكل اللي بينهم على حضانة الاطفال في مصر. هو كان مطلقها؟ هما متطلقين؟ كان عايز يطلقها. لكن ما كانش لسه تم الطلاق. ما كانش لسه تم الطلاق، ولسه لحد الان مريم على ذمته. تمام. بس المحكمه في مصر اديتها حكم الحضانه بتاعه الاطفال، سيسها وقعد يضحك علينا ويقول لنا انا هتعدل وهتظبط وهبقى كويس وهنسافر كلنا مع بعض، وكان وكان وكان. تمام. وخد العيال وطلع على المطار، ما فيش قانون يمنع ان اب ما يسافرش بولاده. لا في لو حكم المحكمه وصل الى المطار، لو النيابه العامه أصدرت قرار بمنع من السفر أو ترقب إنه ما ياخدهمش. تمام يا أستاذ خيري، ممكن أقول حاجة صغيرة؟ أي أطفال تحمل جنسيتين لازم موافقة الأب، الأم لو مسافرين مع الأب، أو موافقة الأب لو مسافرين مع الأم. أوكي تمام. تمام، ده من مكتب الهجرة. أمال سافر إزاي؟ على الشباك. ما هو اللي سافر إزاي دي بقى، دي النقطة. اللي ساعدوه في مصر أشخاص معايا أسمائهم وعناوينهم وارقام تليفوناتهم، الناس دي اللي ساعدته في مصر. تقدم بيها لو سمحت ببلاغ الى الشرطه. تمام،
انا بس عايز حد من المسؤولين يسمعني، عايز حد من الشرطه. اتفضل، ما انا بديك الفرصه. اتفضل. اقول اسماء على الهواء عادي؟ لا، ما عنديش مشكله. لا ده ما عنديش وسيله للتاكد، انا مش جهه اتهام. انا بسمع أنا وفي جهات مسؤوله بالتابع تاكد انهم هيتواصلوا معاك، وانت لو رحت تقدمت البلاغ لا يوجد اسم بعيد عن القانون. اتفضل. تمام استاذ خيري، انا بناشد حضرتك وبناشد كل راجل حر في مصر وكل واحد عنده اخت ما يتمنى لهاش اللي حصل لاختي يساعدني ان انا اجيب حق اختي. انا بناشد كل جمهوريه مصر العربيه، حد ما يتمناش اللي حصل لاختي ده يحصل له يتواصل معايا ويساعدني ان انا اجيب حق اختي. طيب تمام، ممكن تقول لي ازاي عرفتوا انها ماتت؟ النهارده الصبح عرفنا انها ماتت. منين؟ من الشرطه، من السفاره المصريه. تكرم السيد القنصل المصري امجد بيه في بيرن، كلمنا النهارده وقال لنا للاسف ببلغكم عزائي، مريم لقوها النهارده في النهر مقتوله. مرميه في نهر ولا جنبه؟ في النهر نفسه يا فندم. لكن لسه لا طلع تقرير طبي شرعي ولا قال كيفيه الوفاه ولا اي شيء. لسه التحقيقات شغاله ولسه التقرير ما طلعش ولسه ما نعرفش اي حاجه. طب وصول الجثمان هل اتكلمتوا فيها؟ هل عرفتوا ممكن امتى جثمانها يوصل بالسلامه؟ مفيش اي تفاصيل عرفناها تاني حضرتك غير ان اختي توفت النهارده. النهارده لقوها، توفت امتى الله اعلم، بس النهارده لقوها مرميه في النهر. طيب يعني نحن نناشد وزاره الخارجيه والسفير المصري ووزيره الهجره. وزير الداخلية المصري. نعم؟ السيد وزير الداخلية المصري. لا أنا بتكلم على هناك الأول. إحنا بنشهد المسؤولين من هنا علشان جثمانها يجي تتدفن في بلدها أولاً. تمام. أولاً. ثم ثانياً نشوف المتهم ده بعدها هتبقى هناك خطوات لاستعادة، إذا ثبت أن جوزها أبو الأولاد هو المجرم أن الأولاد يجوا يقعدوا مع ستهم هنا. تمام. إن ده طلب رقم اتنين. امال رقم واحد؟ حضرتك قلته، انا قصدي ده رقم اتنين، الاطفال يرجعوا يقعدوا. تمام. يقعدوا مع ام مريم باذن الله، نتمنى ذلك واحنا هنفضل متابعين معاك. ربنا يخليك يا استاذ خيري، انا بس نفسي 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 بجد حد يساعدنا. احنا ما عندناش حد غير صوت الناس، واي راجل حر في مصر هيساعدنا. مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه في الموقف اللي انا فيه ده، انا اختي مقتوله النهارده الصبح. طبعا هو مش عارف اقول ايه تاني. احساس مؤلم ارجوك بلغ. انا مش عارف اتكلم اقول ايه، انا كل الوالده كل موجوده والوالد موجودين. بلغهم تعازينا، خالص العزاء يا استاذ حسام، وان شاء الله الجثمان يرجع مصر والاحفاد يرجعوا لستهم وجدهم يعيشوا معاهم، لان هم هيبقوا محتاجين كمان معالجه نفسيه، لان هذا الموقف صعب جدا جدا جدا. إن الأولاد يقابلوا أمهم وبعدين يعصروا عليها ملقاة في نهر من أنهار سويسرا. إحنا بنشكر القنصل اللي اهتم وتواصل بالأهل، ونتمنى أن يظل متابعا، وإحنا هنحاول نتواصل مع السفير المصري.